شكرا، أشكر معالي الأمين العام على كلمته. والآن أدعو معالي الدكتور عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية لإلقاء كلمته، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين وأهلي. معالي الأخ محمود يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أشكر الأشقاء على الاستجابة السريعة لدعوة المملكة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة الموقر. إن هذه الاستجابة تعكس وبشكل كبير استشعار دولنا للمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها أمن المنطقة واستقرارها كنتيجة حتمية للانتهاكات الصاروخية للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية في محاولة لزعزعة أمنها واستقرارها وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية لبث الفرقة بين شعوبنا وبين دولنا. السيد الرئيس، إن الصاروخ الباليستي الغادر الذي تم إطلاقه على عاصمة بلادي يعكس الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد المملكة التي شهدت نحو 80 صاروخ باليستي تحمل الهوية الإيرانية عبر عمليات الحوثي في اليمن تعرضت لها مختلف مدن المملكة، بل لم تراعي قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة التي استهدفتها بثلاثة صواريخ باليستية في اعتداء سافر على المقدسات الإسلامية واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. السيدات والسادة، إن السكوت على هذه الاعتداءات الغاشمة لإيران عبر عمليات عملائها في المنطقة سوف لن يجعل أي عاصمة دولة عربية في أمان من هذه الصواريخ الباليستية. إن المملكة العربية السعودية لن تقف مكتفة الأيادي أمام هذا العدوان السافر ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها الوطني للحفاظ على أمن وسلامة شعبها، ونحن جميعا مطلوبين بتحمل مسؤوليتنا القومية وصيانة أمن واستقرار دولنا للتصدي لهذه السياسات الإيرانية العدوانية تجاهنا. السيدات والسادة، إن بلادي حاولت منذ انطلاق الثورة الإيرانية أن تتعامل مع إيران وفق مقتضيات مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل، إلا أنه للأسف الشديد ضربت إيران عرض الحائط بهذه الجهود، كما ضربت عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف والمبادئ والأخلاق الدولية، واستمرت في نهج الثورة القائم على تصديرها وعدم احترام الحدود القومية للدول وإثارة القلاقل والاضطرابات في عالمنا العربي شهدتها عدة دول عربية، وآخرها ما استهدف أنبوب النفط في مملكة البحرين الشقيقة. إن هذه الممارسات الإيرانية العدوانية جعلت المجتمع الدولي يصنفها بالدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، ووضعتها تحت طائلة العقوبات بسبب انتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية وسيادة الدول وزرع الخلايا الإرهابية وتهريب الأسلحة والاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومحرمتها وانتهاج سياسة اغتيال الدبلوماسيين وخلق عملاء لها في منطقتنا العربية مثل الحوثيين وحزب الله واحتضانها للمنظمات الإرهابية داخل وخارج إيران مثل تنظيم القاعدة. أصحاب السمو والمعالي، إن أي تراخي في التعامل مع سياسات إيران العدوانية تجاهنا من شأنه أن يشجعها على التمادي في عدوانها، لذا فإننا مطلوبين اليوم أن نقف وقفة جادة وصادقة مع دولنا وشعوبنا والالتزام بمبدأ وميثاق جامعة الدول العربية والقوانين الدولية في التصدي لهذه السياسات الغاشمة حفاظا على أمننا القومي العربي وسلامة شعوبنا وازدهارها. وإنني على ثقة بأن مجلسنا الموقر سوف يطلع بمسؤوليته في هذه الخصوص باتخاذ القرار الصارم للتعامل مع هذه الانتهاكات المستمرة للأمن القومي العربي. وفي الختام أرجو من الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
وأن يديم على دولنا نعمة الأمن والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا تسمحوا لي أصحاب السمو المعالي سوف نوزع، أو لقد تم توزيع بيان بالأضرار التي تسببتها بالميليشيات التابعة لإيران في اليمن على المملكة العربية السعودية وشعبها. وشكرا سيد الرئيس. أشكر معالي الدكتور عادل الجبير على كلمته. الآن أدعو معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، أصحاب السمو والمعالي، معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بخالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على الدعوة لهذا الاجتماع الهام، وهي ليست أول مبادرة للمملكة العربية السعودية لدفع العمل العربي المشترك ليكون الآلية في التصدي لأي أخطار تهدد دولنا العربية من أي جانب. وفي هذه اللحظة نحن نتكلم عن الخطر الكبير الذي يستهدف دولنا وعدة دول، وهو الخطر الإيراني. فمسألة حين نتكلم عن الصاروخ الذي سقط على عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض، هو ليس أول اعتداء تتعرض له المملكة العربية السعودية من قبل أطراف تعمل لصالح إيران في المنطقة، وهنا نقصد الحوثي. وأيضا النقطة الأخرى في الاجتماع هو مسألة تفجير أنبوب النفط في البحرين، هو أيضا ليس أول اعتداء، بل هو سلسلة من اعتداءات طويلة كلفتنا الكثير من الشهداء وألوف الجرحى من رجال الأمن ومن أبناء البحرين. وكل هذه الجرائم قام بها عملاء إيران في المنطقة. فالمسألة الآن، هناك تصعيد خطير للممارسات الإيرانية في المنطقة، بما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة. مسؤولية أن الأمن القومي العربي يصان من قبل آليتنا الوحيدة اللي عندنا، اللي هي آلية العمل العربي المشترك. هل هذه الآلية الآن قادرة على هذه الصيانة؟ هذا هو السؤال المطروح للجميع، أن يواجهون بكل صدق للوصول إلى موقف مشترك للجميع. إيران لا تحاربنا فقط مباشرة من قبل سواحلها، نعم هي تهرب وهي تقوم بأمور كثيرة، لكن لها أيضا أذرع في المنطقة. وأكبر ذراع لإيران في المنطقة هو موجود الآن، هو ذراع حزب الله الإرهابي. هذا الحزب موجود في لبنان، موجود في العراق، موجود في سوريا، موجود في أماكن كثيرة، متمثل في شخصية الحوثيين. وهذا هو التحدي الكبير اليوم للأمن القومي العربي اللي نتعرض له من دولة تحاول إسقاط دولنا والسيطرة والهيمنة بكل وضوح، ولا تتورع من القيام بأي شيء للوصول إلى هذا الهدف. الآن نود أن نحمل جميع المسؤولية، نود أن نحمل دول يكون فيها حزب الله شريك في الحكومة، وأخص هنا الجمهورية اللبنانية. الجمهورية اللبنانية رغم علاقتنا معها كبلد عربي شقيق ومحبتنا وتقديرنا للشعب اللبناني، إلا أنها تتعرض لسيطرة تامة من هذا الحزب الإرهابي. وهذا الحزب الإرهابي لا يستهدف فقط أعمال محدودة في حدود البلد، بل يعبر حدوده إلى دولنا جميعا. هذا تحدي للأمن القومي العربي. هل سنستمر في هذا الوضع اللي احنا فيه، وإلا سنواجهه بأي شكل من الأشكال؟ يجب أن نكون واضحين مع بيننا كلنا في هذا الشأن. نحن لا نتكلم عن خلافات عربية، نتكلم عن تهديدات على أمن كلنا. وإذا ما أخذنا هذا الموضوع بأهمية فسنكون مقصرين. النقطة الرئيسية اللي نريد أن نوصل لها، إذا ما كانت عندنا ثقة كدول عربية في آلياتنا العمل العربي المشترك للوصول إلى أمننا واستقرارنا وأمن شعوبنا، فماذا يكون أمامنا؟
هناك الكثير من الارتباطات والتحالفات التي لدى دولنا في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، وللأسف ليس واحد منها الأمن العمل العربي المشترك. ارتباطنا في العمل مع الأساطيل الأسطول الخامس الأمريكي وعدد من الدول في العالم في تأمين مياه الخليج العربي ومياه بحر العرب يحقق نتائج ويوصل بنا إلى تحقيق أمن واستقرار أكثر من ما يحققها الأمن العمل العربي المشترك. لنصارح أنفسنا، هل نريد أن نعمل مع بعض ولا بعدين الواحد يبحث عن مصلحته مع ترتيبات أخرى؟ هذا ما أريد أن أقوله، وثقتنا كبيرة بأن البيان اللي سيصدر اليوم هو بيان يضع النقاط على الحروف. واسمحوا لي أني وزعت عليكم تقرير وافي يتعلق بكل ما قامت به إيران من جرائم وتدخلات لتهديد استقرار بلدنا في مملكة البحرين، وذلك لإطلاعكم جميعا، لتعرفون أن المسألة ليست استهداف لأحد، بل نحن الذين نتعرض للاستهداف، ونريد بعملنا المشترك أن نصد هذا الاستهداف. شكرا جزيلا. أشكر معالي الشيخ خالد آل خليفة على كلمته، وقد وصلنا فعلا بهذه الكلمة الأخيرة إلى نهاية الجلسة الافتتاحية، وسنبدأ بعد قليل جلسة العمل الأولى، وستكون مغلقة طبعا، وأرجو من رجال الإعلام والصحفيين مغادرة القاعة. إذن تابعنا معكم هذه الجلسة الاستثنائية لوزراء الخارجية العرب لمناقشة التهديدات الإيرانية وانتهاكات ميليشيات